اللجنة الوطنية الأولمبية سيد محرز بوسيانسي. محرز أهلا بك. أهلا وسهلا بيك وبالسادة المستمعين. شنو أحوالك؟ لاباس؟ والله نحمدو كما قال الهادي جويني. أي بقدرة الله ويعود نجمك في الثراء يضوي. يتعدى ويفوت كل شيء، يبقى كان كلام. أي نعم سيدي، أي نعم سيدي، كل شيء يفوت بالتضامن نتاعنا بوحدتنا باليد في اليد بانضباطنا بالتزامنا زادة بالحجر يعني التلقائي في منازلنا. قدرة الله كل شيء يتعدى. كيفاش من في الدار سي محرز ولا شنو بالضبط؟ والله باش ما نكذبش عليك، انا كنت في المكتب خاطر عندنا برشا شغال في المكتب، عندنا معناها خدمه مع افريقيا وثم قدام نزلت ما توقفتش. وذايا ماك تعرف احنا حتى في الخدمات نصدروا الخدمات نتاعنا للخارج، واحنا مكتبنا مكتب محاماه يشتغل برشا على افريقيا ويشتغل برشا على الاستثمار الاجنبي. كنت مضطر باش نكون انا وبعض الشركاء نتاعي المساعدين في المكتب، اشتغلت وخدمت وروحنا معناها احترمنا يعني كل التوصيات الصحيه بعاد على بعضنا في دي كونفرنس كول مع الخارج، حضرنا العمل نتاعنا من بعد كل واحد هز الاورديناتور نتاعو وروح الدار وباش يشتغل عن بعد في الدار. اما غدوه بدايه من يعني يبدا الالتزام معناها بالحجر الصحي المنزلي باش نكونوا ملتزمين بهذايا. بطبيعه الحال ثم استثناءات اللي يقولوا عليها للضروره، وقت الواحد باش يخرج لابد يخرج. هذاك علاش احنا نقولوا مساله نتاع ضمير ونتاع انضباط. اولا الواحد اللي ما يخافش على روحه ما ينجمش يخاف على الاخرين. يلزم الانسان يكون هو منضبط ساعة مع نفسه ويخاف على صحته ويخاف على زوجته ويخاف على وليداته ويخاف على والدته، واذا كانوا عازب يعني يخاف على دوائر عائلته، كانوا معزاب يعيشوا مع بعضهم يخافوا على بعضهم. معناها اليوم يظهر لي اللحظه للانضباط، اللحظه للوعي بخطوره اللحظه اللي قاعدين نعيشوا فيها. احنا ماناش قادرين على مواجهه الوباء يعني الخطير واللي قاعد يداهم فينا واللي قاعد يزيد كل يوم. صحيح ماذا بينا نكونوا منتبهين ونكونوا فايقين ولكن بدون فزع بدون هلع، لانه الانسان بطبيعته هو معناها يفزع ويهلع في لحظه. احنا ماذا بينا بقدر الانتباه بقدر ان نخافوا على رواحنا ونخافوا على بعضنا، لابد زادة تكون نوع من الطمأنينة وكون نوع من التضامن هام جدا ما بيناتنا. زادة نستجيبوا لبعض الاستغاثات اللي قاعدين نسمعوا فيها معناها نتاع الناس سواء اللي واحلين في الحدود ولا اللي موجودين البرة ولا الناس اللي قاعدت في معناها في ولايات معينة وعائلات في ولايات أخرى. فهمت؟ لابد أن نتعاونوا، لكن حتى ما روحش لعياله وهو في ولاية أخرى ماذا بينا جيران وولادهم في الكل ناكلوا مع بعضنا كما هو في المكان اللي هو فيه ينجموا عيالهم ما جاوش ويقفوا مع بعضهم. هذا هو اليوم معناه ما معنى التضامن، التضامن أن اليوم نهزوا بعضنا. بالضبط. به سي محرز نحكيو على موضوعنا الرئيسي اليوم. كنت منذ ايام في اجتماع مع رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه توماس باخ، نحبوا نعرف بالفيديو اكيد شنو حكيتوا بالضبط في الموضوع، على شنو بالضبط الاجتماع كان. تعرفوا انتم اللي ثم محطه كونيه عالميه كبرى، يعني هي اكبر محطه رياضيه تصير كل 4 سنوات اللي هي الالعاب الاولمبيه، وتعتبر معناها تظاهره ضخمه بكل المقاييس والتحذير لها تحذير بامكانيات وتجهيزات ضخمه بكل المقاييس، وحتى معناها الامور الماديه والماليه ضخمه بكل المقاييس، ولكنها كتجمع بشري نتاع رياضيين ومسؤولين ويتبعها العالم كذلك تضخم ضخم وكبير. اليوم قدامها الجائحه زي اللي تهدد فينا، بطبيعه الحال اللجنه الدوليه الاولمبيه عندها كفه فيها الصحه وفيها الحفاظ والسلامه، ولكن عندها كفه اخرى ما نقولش فيها الالعاب في حد ذاتها كالعاب، لا الالعاب لانها ترمز الى يعني الحلم، ترمز الى الامل بالشعلة الاولمبيه نتاعها. تحب تقول هالالعاب هذيا راني باش نسير في جويليا وفي الموعد نتاعي على خاطر ثم قرار من البشريه الكل انها باش تنتصر على هالجائحه. هذه الرسالة اللي كان يحب يعطيها الرئيس توماس باخ رئيس الدولة الأولمبية للجنة الدولية الأولمبية. أنت سبقتني، معناها فما أولمبياد في الصيف مؤكد هذا؟ شوف اللي يقولوا الرئيس توماس باخ واللجنة الدولية الأولمبية واللي احنا وفقنا ليه سواء الاتحادات الرياضية الدولية وإلا اللجان الوطنية الأولمبية، أنه إلى حتى الآن وذي بالاتفاق مع معناها اللوماس مع منظمة الصحة العالمية ومع البلدان الكبار السبعة، حتى التو ما ثماش ما يبرر اتخاذ قرار بالإلغاء ولا بالتأجيل، لأنه مازالوا 4 شهور ونص، في خلال 4 شهور ونص ما نعرفوش باش يصير،
ما نعرفوش شنو التطورات، وقت اللي احنا ما نعرفوش ايش يلزمنا نقولوا، يلزمنا نسبقوا الخير ونقولوا سننتصر على هذا الوباء. والانتصار هكا بديتوا تشوفوا فيه بدأ من الصين، لكن في ايطاليا نشوفوا في وضعيات كارثيه، لانه تعرفوا معناها السن المتقدم نتاع الشعب الايطالي وربما ما خذوش حذرهم من الاول. اذا هذاك علاش احنا في تونس زادا، لكن نحبوا نحافظوا على رواحنا وعلى رياضينا الكل، ماذا بينا نحترموا كل التوصيات على هالاساس. هذايا الرئيس توماس باخش قال احنا لي جو سون مانتوني في التاريخ نتاع الالعاب باش تطير باذن الله في تاريخ، لانه المنظمه العالميه للصحه قالت ما تاجلوش وما تاخروش، ما ثماش علاش حتى التو. لكن هذا ما ينفيش انه ثم لجان كبرى في مستوى خبراء في العالم الكل وبالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه ومع القوى العظمى لمراقبه التطور الجاي حتى تطور الاوضاع، ومن هنا الغادي ربما يقع التاجيل ربما يقع التاخير. اما الى حد الان هذاك علاش رئيس مصباح قال يعيشكم يزم يقعدوا الرياضيين نتاعنا مركزين على التحذيرات نتاعهم. وهذا علاش احنا في اللجنه الاولمبيه كنت تحدثت مع السيد الوزير، وان شاء الله باش يكون لنا حديث اخر في اول الاسبوع كيفاش يعني الرياضيين نتاعنا اللي مترشحين الى حد الان هم معناها تقريبا يزيد على 30 بشويه، لكن كل جامعة اللي عندها 3 أو 4 مترشحين متصور جامعة تنجم توفر لحد الأدنى حتى عن بعد في التمارين حتى في بيوتهم في ديارهم في جنينة متاعهم للرياضيين متاعنا باش نحافظوا على اللياقة البدنية متاعهم باش نحافظوا على حد أدنى من مستواهم الفني، ونتصور بعد شهر ونص بعد شهرين باش نلقاوك الشهرين الأخرين باش نكملوا نواصلوا التدريبات بالنسبة للي مازالوا ما ترشحوش. القرار وقع اتخاذه في مستوى اللجنة الدولية الأولمبية وطالبت الاتحادات الرياضية الدولية باش تراجع القواعد والمعايير متاع الترشح للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وربما أمام إلغاء عديد الدورات الترشيحية أو تأجيلها ولا عدم إمكانية تنظيمها لاحقا باش يقع اعتماد الترتيب العالمي للرياضيين، باش يقع اعتماد للإنجازات متاعه في مسيرته الرياضية، باش اعتماد اخر النتائج نتاعو قبل ما تجي هالجائحه هذيا. وبطبيعه الحال ثم معيار اخر هام معناه باش يزيدوا في عدد المشاركين في هذه الالعاب اوغمونتاسيون دو كوتا دي بارتيسيبون دون لي جو، اللي باش يقع فيه الاخذ بعين الاعتبار نتاع البلدان اللي اصابتها الجائحه هذيا بشكل كبير، لانهم يكونوا الرياضيين نتاعها معناها تحرموا من التحضيرات وتحرموا من كذا. هذاك علاش اللجنة الدولية الأولمبية اليوم مع الاتحادات الرياضية الدولية ومع اللجان الوطنية الأولمبية ومع السلطات نتاع كل بلداننا بطبيعة الحال قاعدين نسقوا باش نضمنوا يعني تنظيم هذه الألعاب في موعدها، لأنه تنظيمها في موعدها إعلان لهذا الفيروس ولهذا الوباء أن الإنسانية انتصرت عليه، وسيكون أول حفلة للانتصار هي بالرياضة. وتعرفوا الرمزية متاع الرياضة منذ الإغريق ما معنى الألعاب الأولمبية والرمزية متاعها، لأن ديما حاملة للأمل حاملة للحلم حاملة معناها لروح الشباب حاملة لهك الجرينتا اللي نحبوا عليها اليوم، الجرينتا متاع الانضباط، الجرينتا متاع حب الحياة، الجرينتا متاع التضامن مع بعضنا باش النجم وننتصروا على هالوباء هذا. وهذا بطبيعة الحال داخل حتى في الحرب النفسية معناها اللي موجودة باش ترفع المعنويات. ما شاء الله سي محرز، ما غير حتى ما نسألك جبت على كل الجوانب متعلقة بالبطولات التأهيلية شنو مصيرها كيف تحضيرات أولادنا، لكن ما يصيرش خلينا نسألك أنا في ظل المعايير هذه الجديدة اللي توضعت شنو هو حظوظنا باش نكونوا موجودين؟ فما رياضيين أخرين باش يكونوا موجودين إن شاء الله من توانسة؟ إي احنا عندنا برشا رياضيين احنا ننتظروا فيهم في معناها عدة اختصاصات، وقدرة الله باش يكونوا كل موجودين بالمعايير الجديدة هذه. فما ملاعبين غير لازم ترشحوا اي نعم أي. حتى بالمعايير الجديدة زي باش يكونوا موجودين، وكنت انا في معناها للامانة معناها كنا موجودين، وكان معايا السيد رضا المناعي رئيس الوفد الرسمي البعثة الرسمية اللي بتمشي ان شاء الله لطوكيو، وهذا مسجل ومدون عند السي او. كنت ربما رئيس الوحيد للجان الاولمبية الافريقية اللي طرحت زوز اسئلة، يعني طلبت زوز طلبات من رئيس توماس باخ وجاوبوني واستجابوا لهم. اولا طلبت انهم ياخذوا بعين الاعتبار في خصوص يعني الزياده في عدد الرياضيين، قلت لهم يسكن تاخذوا بعين الاعتبار البلدان اللي تمست اكثر بالجائحه هذه ومنهم تونس، وكان الجواب نتاعو بنعم. ثم طلبنا دعم استثنائي للرياضيين نتاعنا وللاتحادات
الرياضيه وللجان الوطنيه الاولمبيه باعتبار وانه اهم الميزانيات والفلوس نتاعنا واموالنا الكل تحولت وتوجهت لمقاومه هذا الوباء وللصحه ولمعنى التموين ولغير ذلك. وكان الجواب وأن مش يدرسوها وضعية ذي وضعية وبإذن الله بش يكون لنا يعني شأن في هالموضوع دائما مع الرئيس توماس باخ. واضح، يعطيك الصحة سي محرز أبو صيان رئيس اللجنة الأولمبية. ما عادش خليك في الأخر، كان عندك إضافة متعلقة بالأولمبياد بالاستعداد نتاع الرياضيين أو آدم حمام مثلا يواجه لك سؤال يقول لك البريباراسيون كيفاش؟ أكيد كنا نسمع كيفاش باش تكون، كيفاش الحكاية سي محرز وضح كيفاش باش تكون الاستعدادات للأولمبياد. هذا هو اللي نحب انا النداء اللي نحب نوجهه، نحب نوجهه للرياضيين نتاعنا الكل. وصدقوني راهي ممارسه الرياضه حتى شايب راقد ومريض في فرش ونجم يمارس الرياضه بحركات. انا نقول للرياضيين بقدره الله حتى فضيع حتى في بورتمان حتى كي يخرج التريف للحديقه نتاع دارها يعني يلزم يلقاو الحلول. ورياضيين تبارك الله يعرفوا شي يلزمهم يعملوا سواء في الاكل نتاعهم سواء في المحافظه على لياقتهم البدنيه، ولكن باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نلقاو طريقه يظهر لي احنا كوزاره ولجنه اولمبيه وجامعات رياضيه احنا قداش عندنا باش يكونوا مترشحين في نهايه الامر ما بين 60 و 70. يظهر لي لكان احنا معناها المجتمع الرياضي الاولمبي هذا نعجزوا باش نوفروا يعني الحد الادنى والامكانيات والظروف الصحيه باش نمكنوا هال 60 70 اللي انا مش انا الكلنا نعتبرهم جنود باتم معنى الكلمه باش يمشيوا يدافعوا على رفع الرايه الوطنيه في اكبر محطه كونيه في طوكيو 2020. يظهر لي النجم نحلوا لهم الفضاءات سواء في المنزه ونوفروا كل الامكانيات الصحيه والمراقبه الصحيه باش نحافظوا عليهم. هذا مش معناه باش نحلوا للرياضات الاخرين الكل، احنا مع ايقاف كل نشاط رياضي لكن مع المحافظه زادة على الجنود نتاعنا اللي اليوم ماهوش الامر في يدنا احنا باش تصير الالعاب ولا ما تصيرش. اليوم اللي في يدهم باش يصير الالعاب قالوا راهي باش تصير في وقتها، وقالوا يعيش مبقاو مركزين على التحضيرات. انا نقول نجموا نحطوا امكانياتنا الكل ونوفروها لهؤلاء المترشحين فقط باعتبارهم ايش؟ باعتبارهم جنود يمثلوا بلادنا في هذه المحطة الكونية. وضيف يكون موضوع نظر إن شاء الله مع السيد الوزير يوم في بداية الأسبوع هذا.